رغم ما شهده العالم من تحديات طالت أعتى الأنظمة الاقتصادية، نجح الاقتصاد المصري في الصمود أمام تلك التحديات بصلابة ومرونة أشادت بها المؤسسات الدولية والإقليمية. وفي هذا الإطار استعرض مجلس الوزراء جهود دعم الاقتصاد المصري وما حققه من إنجازات خلال الفترة الماضية، وذلك ردا على بعض الإدعاءات التي تشكك في قوة وصلابة الاقتصاد المصري وأدائه.